وفي تطورات الساحة العراقية، قالت وكالة الأنباء في العراق أن متظاهرين أقدموا على حرق أحد أبراج حماية السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد، مضيفة بأن المحتجين دخلوا إلى المنطقة الخضراء أثناء تشييع قتلى عناصر الحشد الذين سقطوا يوم أمس الأول بضربة جوية أمريكية في منطقة القائم غربي البلاد. يأتي ذلك فيما طالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي المحتجين القاضبين الذين تجمعوا قرب السفارة الأمريكية بفض الاحتجاج فورا، محذرا من عواقب عدم الامتثال لأوامر القوات الأمنية العراقية. وأكد عبد المهدي إدانة الحكومة العراقية للضربات الأمريكية، معلنا اتخاذ الحكومة لسلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيها، داعيا في الوقت نفسه الجموع التي شيعت قتل القصف بعدم الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية. وفي السياق ذاته بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هجمات كتائب حزب الله على قوات التحالف في العراق. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أرتاغوس أن وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن النظام الإيراني ووكلاءه يظلون قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن الدول لها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه التهديدات. وفي سياق متصل ذكر البيان أن وزير الخارجية الأمريكي وولي عهد أبوظبي اتفقا أيضا خلال اتصال هاتفي آخر على أن الاستعدادات الأمريكية اتخذت استجابة لمصالح التحالف وكانت دفاعية ومتناسبة ومبررة.